اوكي شباب، الان راح نتكلم عن chapter 5. راح ناخذ physical example of first order system. يعني الحقيقه احنا اخذنا example على first order system اللي هو thermometer وطلعنا transfer function مالته. الان ناخذ another example على first order system. الاكزامبل الاول اللي هو liquid level. Consider system shown in the below figure. هذا السيستم اللي أمامي، عندنا خزان، وهذا الخزان جاي يطب له فلوريت يتغير مع الزمن ويخرج. هنا اكو فالف او كود بي بايب، يعني ممثله بمقاومة الماء، وهنا عندك كيوب اوت. خلينا نشوف شنو الانفورميشن اللي معطينا اياه. Which is consists of tank uniform cross section area، مساحة مالته ثابتة. To which انه attach flow resistance، هذا الفلو resistance اللي يتكلم عليه. Such as ممكن يكون valve، ممكن pipe، ممكن وير. Assume that انه ال Q out، دير بالك ال Q out اللي هو volumetric flow rate volume على time through the resistance is related element to the head. يعني ال Q out الخارج اكو علاقه linear، طبعا linear ship علاقه بيومنيش. فاذا Q dot يساوي ال H over R. زين. A time varying volumetric flow rate Q of liquid of control density rho enters the ومطيك انه هذا ال Q يتغير مع الزمن، وال density مال liquid شبيه constant. Determine the transfer function that relate the head element to flow، يعني ال H ويامن ويامن ويا الفلو. خلينا نشوف يعني ويا ال Q، خلينا نشوف what we should do. فلازم تطلع ترانسفير فاكشن. جود. فهنا قبل ما نبدي عندنا اسامبشن. الاسامبشن الاولى اسامبشن فرضياتنا. اول شيء عندنا كونستانت دنسيتي. اوكي. اثنين عندك ايضا يونيفورم كروس سكشنال area. زين، حتى تطلع الترانسفير فاكشن تتذكرون واحده من الخطوات انه شنو تسوي، لو ماتيريال بالانس لو انرجي بالانس حسب السؤال مالتك. بعدين تسوي مال الفاريبل ديفيجن، اوكي، اللي هو المتغير ناقض الاكسس ستاتستيك. بعدين شنو تحل المعادله باللابلاس ترانسفير. نجي خلينا نشوف. فاذا اني من اباوع العمليه عندني ماس بالانس هنا، فاذا اسوي اني mass balance around التانك، حول الخزان، بس هالمره شنو at unsteady state. ليش unsteady state؟ لانني انا اريد اطلع انه التغير مع الزمن. اوكي، فراح يكون ال n ناقص ال out يساوي accumulation. فنقدر نقول rate of mass، معدل الكتلة الداخلة، flow in minus rate of mass، معدل الكتلة الخارجة، flow out يساوي لنا rate of accumulation of mass in tank. اوكي. فاذا لازم يكون الوحدات كيلوغرام على منت وات ايفر، يعني لازم. فنجي فنقدر نقول الان عندنا رو في الكيو، في الكيو ياهو كيو ان رايت، اللي هو طبعا متغير مع الزمن، ماينس الخارج عندنا هذا ماينس الرو كيو اوت ايضا متغير مع الزمن. اوكي، يساوي لنا هنا بكر اكيوميليشن. ايش قد هنا صار عندنا اكيوميليشن بالخزان بالنسبه للماس، فاكيد دي اوفر دي تايم حصير عندك الرو مساحه الخزان. اوكي، في الارتفاع رايت، فشو يصير عندك الفوليوم في الرو على الدي تي فيصير ماس. اوكي، this one خلي بالك. جود، هاي اول شيء. تأكد من الوحدات، الرو وحداتها كيلوغرام على متر كيوبك فور اكزامبل.
والكيو عندك شنو متر كيوبيك اوفر مينت. فسو وي ار فاين اللي راح تطلع لك كيلوغرام على مينت فوي ار فاين. جيد نجي لهاي المعادله هير اوكي. عندنا كومن فاكتور اللي هو الرو دنسيتي خارج قوس فاذا كيو ماينس كيو اوت نقدر نقول يساوي ان الرو الاريا ايضا ثابت دي اتش اوفر دي تايم. فالدنسيتي والدنسيتي كنسل اوت فالمعادله تصبح كالاتي كيو ماينس كيو اوت يساوي ان اي دي اتش اوفر دي تايم جي. كول زين شدنا هنا عندك بي كيرفول هاي اللي سميناها equation 1 since بالسؤال قال لي انه الكيو اوت هي شنو اتش اوفر ار فنقول هنا sub 1 into equation 1 فنعوض بالمعادله this one بس عندك كيو ماينس الكيو هو اتش اوفر ار يساوي ان a دي اتش over d time. هاي معادلة نسي معادلة نمبر 2. الآن نخلي ببالك إنه initial process كانت operating at the steady state which means that إنه dh over dt equals 0 and we can write equation 2 as follow. فنقدر هسه شو نسوي؟ الخطوة الأخ إنه نكتب الماس بالانس أو نكتبه هنا خلينا نكتبه initially the process يعني هذا البروسيس اللي عندنا process is operating at شنو steady state which means that إذا steady state معناته شنو ما يصير عندنا التغير بال dh over d time equals 0 لأن steady state ما عندنا accumulation and we can والآن we can write equation 2 as المعادلة الثانية نقدر نكتبها like this. إذا ال q راح يصير عندنا q steady هنا h steady minus over r يساوي لنا a ديرباك dh steady over d time be careful equal 0 هاي معادلة نمبر 3 واضح؟ زين الآن by subtracting بالطرح equation 2 from equation 3 gives ايش يعطينا؟ equation 2 عندنا هنا as we could see here q عندنا q minus h over r A dH over d time. وعندنا هنا Q steady minus H steady over R يساوينا A dH steady over d time equal zero. نطرح فإذا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. راح يصير عندنا Q minus Q steady هذا القوس الأول. Okay. minus 1 over R راح يصير عندنا نقدر نقول H minus H steady ويساوي هنا A dh minus dh steady over d time. Cool. هاي معادلة number 4. Okay. فإحنا already عبرنا على ال division variable. If we define the division variable as شلون نعرفهن؟ as انه q capital هو q minus q steady هاي وحده وال h capital هو h minus h steady okay hence ولذلك equation 4 راح شو يصير بها؟ becomes نجي فالمعادله راح شو يصير كالاتي هذا الفرق راح شو نكتبه q 1 هذا يصير h over r يساوي لنا A dH over d time. Okay, cool. نبسط المعادلة مالتنا. إذا سوينا unify هنا للdominator المقام R راح يصير عندك RQ هنا minus H
يساوي لنا A DH over D time. فطرفين في وسطين راح يصير عندي R A DH over D time يساوي لنا R Q minus H. هذا هو كان هير. Okay. R A يساوي لنا DH over D time plus H يساوي لنا R Q. زين. هنا since ال R A okay ال R A هذا يساوي لك time اللي هو هذا شنو time constant okay شلون عرفت time لأن ال R تذكر أنت عندك ال sorry ال Q كان عندك H over R فإذا ال R راح يصير عندك إذا تعوض H over Q dot وهذا عندك هنا A فإذا تعوض الوحدات ال H متر متر تكعيب على منت وعندك هنا متر سكوير this one this one this one فيطلع لك منت فإذا هذا هو التايم كونستانت فالمعادلة ما تصبح تاو DH over D time plus H يساوي لنا R Q إذا هاي رادينا شنو نحلها معادلة هذا first order ordinary differential equation فسولف شنو by taking Laplace transform by taking Laplace transform for both sides راح يصير عندنا هنا tau المشتقة هاي دائما راح تصير s hs زائد h بمن بالزيرو سد القوس زائد هذا ال h راح يصير hs هذا الثابت ما لنا علاقة ب constant qs هنا since لأنه ال H capital هو H minus H steady يعني إذا أريد أن H بالصفر معناته شنو H بالصفر minus H steady H بالصفر معناته H steady minus H steady فإذا gonna be zero فإذا هذا الترم شبي cancel out فإذا راح سردي tau S H S زائد H S يساوي لنا R Q S common factor عندي ال H S فيصير عندي tau S plus 1 يساوي لنا R Q S إذن نقدر say إنه H S على Q S okay يساوي لنا شنو 1 over tau S plus 1 ف okay sorry here R ففعلا هذا هو شنو first order system شلون عرفته لان الدومينيتر شنو عندك هنا تي تاو اس بلس 1 طبعا الار هذا هو steady state gain so let us stop here and then we'll complete later